الأمير محمد بن سلمان دور ريادي في الأعمال الخيرية ودعم القطاعات غير الربحية بمبادرات وبرامج واستحداث مؤسسات تأثراً بنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في هذا المجال. وفي مواكبة لمستهدفات رؤية 2030 شكلت منصة إحسان أنموذجاً للتكافل المجتمعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع وتمكينه من التبرع عبر قنوات رسمية موثوقة. والتبرعات السخية لولي العهد تدعم مختلف المجالات التي تغطيها منصة إحسان بشمولية وتقدم قدوة محفزة على العطاء والتكافل الاجتماعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمملكة قيادة وشعبا مع تكاتف القطاعات الداعمة وكبار المانحين والمحسنين على العطاء لمستحقيها. مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية رؤية بعبق المسك لتنمية الشباب في العلوم والتقنية والتشجيع على الإبداع في المجتمع وتأهيل القيادات الشابة وإبراز مشاركاتها المجتمعية في بناء للإنسان مع تنمية المكان. مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها عالمياً تجسد حاضرة رقمية متقدمة لتعزيز التنمية المستدامة ومحورها الأساس الإنسان. وسند محمد بن سلمان قصة لها خصوصية في استقرار الأسرة السعودية في مجتمعها الحيوي. دور العبادة أيضاً نالت نصيباً كبيراً من الأعمال الخيرية لولي العهد بتوجيهه بترميم 130 مسجداً على 3 مراحل بمشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية. مساهمات ومبادرات ومشاريع خيرية جنى ثمارها أبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة ورسمت علاقة متجذرة للأمير الشاب بالعمل الخيري في وفاء وتجديد لأعمال الخير التي بدأها الملك سلمان منذ عقود ولا تزال.